السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله يا شباب هنحل شيت نمبر 10. قبل ما نبدأ كله بيقول بسم الله يا شباب، يلا بسم الله. شيت سهل قوي قوي قوي، افكار كده اساسية لازم تبقى عارفها، تمام؟ هو بيقول لك choose the correct answer. 7 bales of cotton shared by 3 manufacturer is represented by A. معايا 7 shared by 3. share عاملة زي divide بالظبط، 7 عاملة زي ايه؟ زي divide بالظبط. يبقى 7 divided by 3. خلصت، 7 divided by 3 اهي، متفقين؟ يبقى لما تشوف كلمة share عاملة زي كلمة divide بالظبط. طيب بعد كده بيقول لك all the following expressions are equal except، كلهم equal فيما عدا. طيب تعالى نبدأ نبص كده. أول حاجة عاوزة عينك تلمح كده اللي هو إيه؟ بص، أنا عندي denominator فيه 5 وعندي denominator 5 وعندي divisor 5. ما هو denominator ده هو divisor، denominator هو إيه؟ divisor. وهنا عندي denominator 7. دي كده مختلفة، ده من غير ما تقعد وتحل وتحسب وكل الكلام ده. يبقى انت كده لازم تبقى فاهم ان الدينومينيتور بتاعك هو هو الديفايزر، الدينومينيتور هو هو ايه؟ الديفايزر. يبقى كده مبدئيا هتلاقي ان الاكسبريشن ده قد الاكسبريشن ده قد الاكسبريشن ده، اكسبت مين اللي مش قدهم؟ يبقى هو ده اللي مش قده. واضحة الفكرة؟ تعالى بقى أكد لك ان كلهم قد بعض. انا معايا 37 divided by 5، ادي الاولاني. طب تعالى بص كده هنا، 7 multiplied by 5 equals 35. 35 plus 2 يعني 37 over 5، و 37 over 5 هي 37 divided by 5. تعالى نشوف ده، 6 multiplied by 5 equals 30. 30 plus 7 يعني 37 over 5. بص كده، 37 divided by 5، 37 over 5، 37 over 5. انا عايزك تبقى واخد بالك من فكرة equal expressions. equal expressions يدي لك اكتر من expression وكلهم يكونوا equal. واضحة الفكرة؟ بعد كده معايا 2 over 3 minus 3 over 5، الكلام ده equals ايه؟ يعني عندي unlike denominators اهم، عندي 3 وعندي 5، LCM بتاعك equals 15. برافو عليكم. ليه 15؟ علشان 3 وال 5 prime numbers، prime numbers. يبقى هعمل لهم multiply، 3 multiplied by 5 equals 15. يلا نكتب بقى fractions جديدة equivalent للfractions اللي موجودة قدامي with denominator 15. اهو الثري بقت 15، حصل لها ايه؟ حصل لها multiply by 5، اطلع على 2، 2 by 5 equals 10، ودي minus ودي ال 15 في الدينومينيتور. 5 بقت 15، حصل لها ايه؟ حصل لها multiply by 3، اطلع على 3، 3 by 3 equals 9. بص كده بقوا لايك ايه؟ denominators اهم، نزل ال 15 و 10 minus 9 equals 1، يبقى 1 over 15 اهي، متفقين؟ السؤال اللي بعده هنا بيقول لك if k minus 1 and 1 over 3 equals 4 and 2 over 3 then k equals ايه؟ عايزك تحل الاكويشن اللي قدامك دي عشان تجيب الفاليو بتاعت الk. هتعمل ايه؟ هعمل بلس للتو ميكسد نمبرز دول، لما اجمعهم مع بعض يديني الفاليو بتاعت كي. ولو انت مش عارف روح اعمل بار موديل على جنب وتأكد، متفقين؟ يبقى هتجمع التو نمبرز دول عشان توصل للفاليو بتاعت كي. تعالى نكتبها هنا، يبقى انا معايا 1 and 1 over 3 plus 4 and 2 over 3 ودي equal. عندك like denominators اهم، 3 هتنزل زي ما هي، و 2 plus 1 3. اجمع الهول نمبرز، 1 plus 4 5، 5 and 3 over 3 هتسيبها بالمنظر ده؟ لا طبعا، 3 over 3 دي يعني 1 هول، هروح ازوده على مين؟ على ال 5. يبقى الكلام ده equals 6. واضحة الفكرة يا شباب؟ طيب السؤال اللي بعده بيقول لك 13 divided by 5 equals ايه؟
13 divided by 5 يعني 13 over 5، والكلام ده بيقولك equal ايه؟ ركز في اللي انا هعمله دلوقتي، ركز كده في الخطوة اللي انا هعملها دي. طبعا في ناس بتعرف تحلها على طول، اول ما تبص عليها كده تقول لي 13 divided by 5 يعني يا ميس 2 and 3 over 5، ممتازين برافو عليكم. وفي ناس بتيجي تقف قدامها وهي improper fraction مش عارفة تحولها lmixed number. طب ركز كده، ها الثيرتين مش بيقبل الاسم على الفايف، التويلف مش هيقبل، الإليفن مش هيقبل، التين هيقبل الاسم على الفايف. طب ايه رأيك لو انت فكرت ان الثيرتين دي تين بلس ثري اوفر فايف؟ ده هو ده الثيرتين اهي، خليتها تين بلس ثري اوفر فايف، والكلام ده ايكوال ها تين ديفايدد باي فايف ايكوالز ايه؟ ايكوالز تو، ومعاك متبقي 3 over 5 اهي، and 3 over 5 يبقى 2 and 3 over 5 اهي. واضحة الفكرة؟ الخطوة دي حلوة قوي للناس اللي مش بتعرف تحسب منتلي او مش عايزة تروح تعمل long division، ممكن تفكر فيها بالمنظر ده. متفقين؟ طيب بعد كده معايا 2 and 1 over 2 multiplied by 1 over 5، الكلام ده equals ايه؟ يمس انا هحول من mixed number ل improper fraction. يلا 2 by 2 equals 4 plus 1 5 over 2 multiplied by هنزل ال 1 over 5، والكلام ده equal. عندي 5 اهي في النيوميريتور وعندي 5 في الدينومينيتور، هبدأ اعمل simplify divided by 5، 5 divided by 5 ب 1 و 5 divided by 5 ب ايه؟ 1. numerator by numerator denominator by denominator 1 multiplied by 1 equals 1 over 2 by 1 equals 2. طلع قدامك ايه؟ طلع قدامي half. متفقين؟ وبكده خلصنا السؤال الاول. نبدأ السؤال التاني يا شباب. يلا complete the following 2 and 1 over 3 hours، الكلام ده equals how many hours and how many minutes؟ طيب التو ده whole number، التو ده هو الاورز بتاعتك، عندي 2 hours. طب 1 over 3 hour فيها قد ايه minutes؟ كم minute؟ اوكي هاخدها على جنب كده، 1 over 3 equal 1 over 3 equal. طيب وانت بتحول، اوكي من hour لminute يعني بعمل multiply by 60، وطبعا العكس وانت بتحول من minute لhour انت بتعمل divided by 60. طيب انا معايا third hour، third 1 over 3، عايز اعرف الايكوفالنت فراكشن بتاعتي هو 1 over 3 equals ايه over 60، عشان النمبر اللي هجيبه هنا ده هو دوت عدد المينتس اللي في 1 over 3 hour، equivalent fraction زي ما انت شايف كده. تمام؟ طب 3 بقت 60، حصل لها ايه؟ حصل لها multiply by 20، اطلع على ال 1، 1 multiply by 20 ب 20، يبقى 1 third hours equals 20 minutes، 1 third hour equal 20 minutes. متفقين؟ طيب طريقة تانية يا ميس، ينفع في طريقة تانية حل بيها السؤال دوت؟ ايوة معايا طريقة تانية، اللي هي ايه؟ اللي هي احنا لسه قايلين ان 1 hour equals 60 minutes. تمام؟ 1 hour equals 60 minutes. طب انا عايز third hour فيها كم minute؟ يا ميس انا هاخد ال 60 divided by 3، 60 divided by 3، بصي كده 6 divided by 3 ب 2 و 0 divided by 3 equals 0، طلع قدامك ايه؟ طلع قدامي 20 minutes. تمام؟ اللي حابب يحسبها بالطريقة دي ويجيب equivalent fraction متفقين، اللي حابب يحسبها بالطريقة دي متفقين، المهم ان انت وصلت ان انت معاك 2 hours and 20 minutes. تمام؟ طيب السؤال اللي بعده بيقول لك 34 divided by 5، الكلام ده equals 6 plus ايه؟ ركز معي، عشان في ناس اول ما بتبص كده بتتلخبط مش بتبقى عارفة تعمل ايه. انا معايا 34، السؤال بتاعك اهو divided by 5 equals 6 plus e. تمام؟ طيب 34 divided by 5 دي يعني over 5، والكلام ده equals، انا بس عايزك تبقى فاهم انا هكتب لك الفراكشن هنا بناء على ايه. ايه رأيك لو انت فكرت في 34 دي انها 30
بلس 4 اوفر، وادي ال 5 نزلت، يبقى 34 اوفر 5 يعني 30 بلس 4 اوفر 5. اشمعنى يا ميس قسمتيها ل 30 بلس 4؟ يعني ليه مثلا ما قلتيش 31 بلس 3؟ ليه ما قلتيش 32 بلس 2؟ علشان 30 ده اول نمبر هيقابلني وانا نازل، 34 مش بتقبل الاسم على ال 5، 33 مش هتقبل الاسم على ال 5، 32 مش هتقبل الاسم على ال 5، 31 برضو مش هيقبل الاسم على الفايف. فسيرتي اول نمبر هيقابلني وانا عمال انزل هيقبل الاسم على الفايف، divisible by 5. طب بص كده الكلام ده equals ايه؟ 30 divided by 5 equals 6، 30 divided by 5 equals ايه؟ 6 بلس، اهو عندك بلس اهي نزلت، متفضل قدامك ايه؟ 4 over 5. يبقى النقط بتاعتك هنا هتكتب فيها ايه؟ السكس هو كاتبها لك، ناقص لك ايه؟ ناقص لي 4 اوفر 5. واضحه الفكره؟ تعال نروح نكتبها له. يبقى هنا 4 اوفر 5. طيب السؤال اللي بعده بيقول لك if we divided 4 بيتزا among 3 persons، معايا اهو 4 بيتزا وعايز اقسمهم between 3 persons، the share of each one is ايه؟ طب نصيب كل واحد هيبقى ايه؟ يميس هيبقى 4 divided by 3، بص كده يعني 4 over 3. طب 4 over 3 ده improper fraction، مش هسيبها له بالمنظر ده، حولها لي لو سمحت المكسد نمبر. 4 over 3 يعني 1 and 1 over 3، كل واحد هياخد 1 بيتزا كاملة و 1 third من بيتزاية تانية، 1 and 1 over 3. طب ازاي حولنا 4 over 3 ل 1 and 1 over 3؟ بص كده على جنب، انا فكرت ان ال 4 over 3 دي equals، طبعا ال 4 مش هتقبل الاسم على ال 3، طب لو نزلت 1 3 over 3 او 3 over 3 هتقبل هيديني 1، فخليت ال 4 3 plus 1 over 3. بص كده المنظر، 4 over 3 هي 3 plus 1 over 3، تمام؟ 3 over 3 اديت لك 1 هو له 3 over 3 ب 1، ومتفضل معايا 1 over 3 بالمنظر ده، تمام؟ بعد كده معايا 2 and 1 third multiplied by 6، الكلام ده equals، وعايزك تشتغل distributive probability. طب تمام، يبقى 2 and 1 third دي هفكر فيها انها 2 plus 1 over 3، ده المفتاح اللي بتحل بيه السؤال بتاعك، انك تقول ان 2 and 1 third equals 2 plus 1 over 3. ليه يا ميس؟ عشان تاخد ال 2 multiply by 6، 2 multiply by 6 وده اللي هو كاتبه لك في القوس الاولاني بلس، يبقى القوس الثاني هيبقى فيه عندي 1 third multiply by ايه؟ 6. 1 third multiply by 6، يبقى هنا هكتب له 1 over 3 1 third، وهو كاتب multiply by 6. متفقين؟ طيب بعد كده بيقول لك 17 divided by 5 equals 3 and 2 over 5، then the divisor is ايه؟ انت المفروض عارف ان الديفيجن ايكويشن بتاعتك كل نمبر فيها ليه اسم، كل نمبر في الديفيجن ايكويشن بتاعتك ليه اسم. اول نمبر اللي بيجي قبل علامه الديفايد ده اسمه ديفيدند، ديفيدند. اللي بيجي بعد علامه الديفايد ده اسمه ديفايزر. اللي بيجي بعد الايكوال اسمه كوشنت. قولهم معايا تاني، ديفيدند ديفايزر كوشنت، ديفيدند ديفايزر كوشنت. بيسألك على مين؟ على الديفايزر. الميس كانت بتشاور على الفايف دلوقتي وبتقول ده اسمه ديفايزر، يبقى الفايف ده هو الديفايزر بتاعي، تمام؟ بعد كده معاك 12 over 13 multiplied by 8، الكلام ده equals 24 over 13 multiplied by what؟ تعال بص كده، ها هو هنا عايزك تكتب equal expression، equal expression. طيب السرتين مش هيحصل لها تغيير، ركز كده، السرتين نزلت سرتين اهو، هو بيلعب في النمبرز اللي موجودة في النيوميريتور، التويلف والايت. طب التويلف بقت 24، 12 ملتبلاي باي وات يا شباب؟ ايكوالز 24، يميس 12 ملتبلاي باي 2 ب24، فهو فكر في الايت دي، بص كده انها 2 ملتبلاي باي 4 مش 2 ملتبلاي باي 4 يا شباب يدولكو 8؟ ايوه، هو خد ال 2 عمل لها ملتبلاي في ال 12 فديت له 24، 2 ملتبلايد باي 12 ب 24، يبقى لسه لك ملتبلاي باي ايه؟ ال 4.
يبقى الحتة دي هكتب فيها فور بالمنظر ده. واضحة الفكرة؟ السؤال اللي بعده بيقول لكم The price of 8 notebooks is 41 LE. يعني هو لما اشترى ال 8 كلهم دفع 41. تمام؟ Find the price of each notebook. يبقى كل notebook لوحدها سعرها قد ايه؟ طيب يلا. The price of each notebook. والكلام ده equal وطبعا هعمل divided. يبقى 41 divided او over 8. والكلام ده equals. انا كتبتهم فوق بعض كده ليه؟ يعني كتبت 41 over 8 ليه؟ علشان اقول لك 41 هتقبل الاسم على ال 8؟ مش هتقبل. طب ال 40 بتقبل الاسم على ال 8؟ اه يا ميس. يبقى هنقسم ال 41 دي ال 40 بلس 1. في ناس طبعا تعرف تحول على طول من وهي كده، من وهي improper لميكسد. انا بعلم دوت للناس اللي بتتلخبط، هتفكر بالطريقة دي، هتقولي ان ال 41 يعني 40 بلس 1 over 8 وادي equal. 40 divided by 8 equals 5. 40 divided by 8 equals 5. وهتكتب لي 1 over 8. ادي 1 over 8 يبقى 5 and 1 over 8. الكلام ده LE. انا بجيب برايس، انا بجيب سعر. اليونت بتاعت الستوري بروبلم بتاعتك هنا LE. متفقين؟ طيب بعد كده بيقول لك هاني كولكتد 2 and 2 over 3 kilograms of honey. هو جمع الكمية دي من العسل. He gave his brother إدة. خد بالك gave إدة، الموضوع هيدخل فيه ماينس اهو. His brother 1 and 1 over 3 kilogram of them. How many kilograms was left؟ ودي اللي يأكد لك ان هو عايزك تقول ايه؟ ماينس. في الستوري بروبلم دي عايزك تقول لي لا ده انا هنا هعمل ماينس. تمام؟ طب يبقى the left equal، وهبدأ أقول 2 and 2 over 3 الكمية اللي كانت معاه minus اللي اداها لأخوه minus 1 and 1 over 3 ويدي equal. هتبص فين؟ هبص على الدينومينيتور بتاعي like denominator اهو. يبقى ما عنديش مشكلة fraction minus fraction whole minus whole. طيب 2 over 3 minus 1 over 3 هيديني 1 over 3 و2 minus 1 equals 1. طلع قدامك ايه؟ طلع قدامك ان الليفت اللي معاه المتبقي معاه 1 and 1 over 3. الكلام ده ايه؟ كيلو جرام. اليونت بتاعت الستوري بروبلم بتاعتك اوعى تنسيها. متفقين؟ احنا كده خلصنا الشيت بتاعنا. ما تنسوش تدعولي دعوة حلوة بظهر الغيب وتكتبولي تعليق حلو تشجعوني بيه اكمل معاكم. لايك وشير يا شباب عشان الكل يستفيد. سلام عليكم.